امرأة ممرضة تسأل طبيب كانت مناوبة عنده، طبيب زميلها وتعرفه، قالت له رجال مثقف ومتزوج من 3 نساء. 3 نساء متزوج؟ قال لها ايه، تزوجت الأولى لأنها بنت عمي من لحمي ودمي وإكراما، يعني علشان أبوي. قالت طيب والثانية؟ قال تزوجت الثانية بنت خالتي لترأف بحالي وإكراما لأمي. قالت طيب والثالثة؟ قال تزوجت الثالثة لأني أحبها يعني وإكراما لنفسي. نظرت له وقالت هل تحب الله؟ فقال نعم. قالت له تزوجني إكراما لوجه الله. فتزوجها، جزاه الله خير واكثر الله من أمثاله وجعلنا من أثره. وش رأيكم يا جماعة الخير؟ اكتبونا بالكومنتات نفيد ونستفيد.